بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وقد رغب الإسلام في النكاح، ودعا الشباب إليه لما فيه من هدوء البال واطمئنان الخاطر وغض البصر وتحصين الفرج. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي يمنعه من الوقوع في الخطيئة ويمنعه من الوقوع في المحذور. النكاح أيها الإخوة تعريفه هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. عقد الزوجية الصحيح يعني عندنا عقد غير صحيح، والنكاح هو العقد الصحيح، وأما غير الصحيح فهو الفاسد والباطل. الفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه. والشروط أربعة: التعيين والرضا والشهادة والولي. والأركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. حينما نقول عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء، يعني لو ما حصل بينهم جماع، ولو لم يحصل خلوة، لأنه إذا حصل خلوة ولو لم يحصل جماع فإن الفتاة لابد أن تعتد وترث، فإنه لو مات فإنها ترث، وإذا كان حي إذا طلقها في وقت الحياة تستحق المهر كامل وتعتد العدة الشرعية. أما إذا لم يحصل وطء ولا خلوة، لم يحصل وطء ولا خلوة، ففي هذا فإنه لا يعتبر نكاحا صحيحا، بل يعتبر يعني لابد من تصحيحه. فإذا كان الخلل بالأركان لابد من الإتيان بها، وإذا كان الخلل بالشروط لابد من إكمالها. والمرأة تستحق المهر كاملا إذا سلمت نفسها ودخل بها زوجها، ولو لم يحصل وطء، لكن إذا حصل خلوة، بمعنى كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا أغلقوا بابا وأرخوا سترا. أغلقوا بابا يعني في نافذة أغلقوها، في باب سكروه هي وزوجها، وأرخوا سترا يعني في ستارة وركبوها علشان تحجز الرؤية، وجلست معه وحدهما، فإنها تستحق المهر كاملا، وعليها العدة، سواء كانت عدة طلاق وإلا عدة وفاة. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، لو قلنا ما دام ذكرنا من الشروط الولي، الولي لابد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون حرا، ولا بد أن يكون ذكرا إلى آخره.
ذكرنا حتى المرأة لا تزوج نفسها، المرأة لا تزوج نفسها. وقد ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، يقول عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان ما يمكن تزوج نفسها، ما العمل؟ نقول الولي. من هو الولي؟ أقرب الناس إليها الأب، وإن كان الابن أكثر في الميراث، ابنها حتى ولو بلغت من العمر ما بلغت، إذا كان عندها ابن وأب فإن الولاية للأب لأنه أكثر شفقة من غيره، ثم نقول الجد، ثم نقول الابن، وهكذا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، وهكذا. فالمرأة لا بد لها من ولي، ولا بد أن يكون الولي بالغا، لأنه إذا كان طفل صغير، ولا بد أن يكون عاقلا إذا كان مجنون بعد كذلك ما يدي الغرض، ولا بد أن يكون حرا لأن العبد لا ولاية له، ولا بد أن يكون مسلما فإنه لا ولاية لكافر على مسلمة. وهكذا أيها الأحباب. ونقول في هذه المسألة بأن المرأة جعل لها الإسلام الصلاحيات الكاملة في البيع وفي الشراء وفي الهبة وفي الإبدال وغير ذلك من شؤون المبايعة أو العقود، لكن عقد النكاح لا تتولاه المرأة، لأن المرأة كما قال عمر رضي الله عنه: المرأة تغلب على أمرها، المرأة تغلب على أمرها، يقول رضي الله عنه. فمعناه إن لا تزوج نفسها ولا تزوج ابنتها ولا تزوج موليتها، وإنما الرجل هو الذي يزوج. طيب إذا ما عند أحد، ما العمل؟ نقول القاضي الحاكم الشرعي يتولى عقد النكاح، فالحاكم ولي من لا ولي له. طيب سيأتينا إن شاء الله في بلد ما فيها قاضي ولا فيه لها ولي، فما العمل؟ قالوا كبير القرية، يعني عبارة نقول الأمير، قرية ما فيها قضاة ولا فيها أحد من أقاربها، فهل تزوج نفسها؟ قالوا لا. من إذن؟ من يتولى؟ نقول كبير القرية كما سيأتينا إن شاء الله. والآن قراءتنا عن التفاصيل في موضوع الولي، ونتناقش فيها فيما بعد إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن من الشروط المطلوبة في الولي، لابد يا أبا فهد أن يكون كذا، 1 2 3 4 5 6 7، الآن عندنا الشرط الثامن لابد. أما إذا اختل فلا تصلح الولاية ووجوده كعدمه. نعم. عدم من وقلنا إن الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأقرب فالأقرب، لكن إذا عضل الأقرب فما العمل؟ إذا عضل الأقرب يعني منع، ورأينا أنه منع إضرارا بها وله مطامع مالية، قد يكون مثلا عندها راتب ولا يريد يذهب عنه الراتب هذا، فما العمل؟ إذا ندعوه وننصحه فإن استجاب وإلا عزلناه ونعين من بعده. نقول للأب: أنت الآن مالك ولاية على البنت، من الولي؟ نقول ابنك. من الولي؟ أخوك. من الولي؟ جدك، إلى آخره. نعزل العاضل ونأتي بغيره، لأن عندنا قاعدة يا شيخ أحمد من قواعد الشريعة بأنه لا ضرر ولا ضرار، والفتاة إذا بلغت من العمر ما بلغت فيفوتها الركب وتحرم من الأولاد ومن يعني العشرة الزوجية وما أشبه ذلك. نعم. عدم من هو أولى منه، فلا تثبت الولاية للأبعد مع حضور الأقرب الذي عندنا عم وأخ، يمكن العم يعقد والأخ موجود، نقول له الأخ هو الذي يتولى. عندنا ابن وأب، من يعقد؟ الأب. عندنا عم وابن عم، فالذي يعقد العم.
عندنا ابن عم قريب وابن عم بعيد، فابن العم القريب هو الذي يعقد، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، لأن هذه تتعلق بالنسب وتتعلق بالارتباط العائلي وتتعلق ب يعني الكياناتهم وتصرفاتهم، فالأقرب فالأقرب. نعم. فلا تثبت الولاية للأبعد مع حضور الأقرب الذي اجتمعت الشروط فيه لما ذكرنا في تقديم ولاية الأب، فإن مات الأقرب أو جن الأقرب عنده أب مات، الأب مات نقول الابن، الابن ما عنده أحد نقول الأخ، فإن مات الأقرب أو جن يعني صار مجنون يا أبا فهد، ومجنون مرفوع عنه القلم ما يصح، يعني مجنون يعين عليه ولي، المجنون يعين عليه ولي، فكيف يكون هو وليا للمرأة؟ الآن يأتينا ناس يقولون مثلا، يأتي شخص يقول إن والدي بلغ من العمر 80 سنة وإنه يتصرف تصرفات غير يعني مطلوبة وأصبح في غير حالته، فآمل تعييني قيما عليه، الأبو موجود قيما عليه، وش الطريقة اللي نعمل الآن؟ أول شيء يا أبا فهد يلا، أول عمل يتقدم للمحكمة يقول إن أبوي موجود وبلغ من العمر نقول 70 سنة 80 أكثر وأصبح لا يدرك كثيرا من الأمور، أطلب تعييني، وأخشى يقول عندنا عمارة في العزيزية هي تسوى 10 ملايين يمكن يبيعها 2 مليون، وعندنا في الرصيفة فيلا هي تسوى مثلا 3 ملايين يمكن يبيعها 500 ألف، فأريد يعني إسقاط ولايته على يعني على في العقود وإسقاط ولايته على المال، حجر عليه. وش العمل؟ أول عمل نعم ما أدري إيش تقول يا بول، أي تقدم للقاضي، أول شيء تقدم للقاضي وجاء وقال إن أبوي حصل منه كذا وكذا، أطلبه إبعاده، أطلبه عزله، أطلبه تعيين وقيم عليه، أي العبارة تأتي تعييني أو تعيين أخي فلان قيم على والدي، قيم يعني يقوم بشؤونه، أول خطوة مؤهل للقضاء يا أبو يعني. وش أي وش أول عمل؟ يقول الشيخ بكاي لا، يقول قيم، إيه يقول يريد قيم، يقول يريد قيم على أبوي، أبوه هذا الرجل جاء ما شاء الله عمره 50 سنة أو 40 سنة وأبوه عمره 70 80، يقول إن أبوي غير مؤهل، فأريد كف صلاحياته وتعييني قيما عليه، نقبل ابنه على طول نصر صك عبد الله الشيخ بكاي يدري، لكن عبد الله بعده الشيخ بكاي وش نعمل؟ أول خطوة لا خلاص القاضي وش يدري، جلس عنده نص ساعة القاضي ما يعرف الشيخ أبو فهد، القاضي ما يدري، يقول القاضي يتصرف نقول يتصرف بس ما يعرف عن الرجل، ما دخل عنده إلا قبل نص ساعة هو بيطلع، نكتب للمستشفى لموافاتنا بتقرير عن حالته وهل هو مؤهل أم لا، وإذا كان عنده ضعف ولا كذا نسبة الضعف، المستشفى في عندهم لجنة يجلسون معه ويناقشونه ويقررون هل هو مؤهل أو لا، أحيانا يقولون وجدناه في حالته المعتبرة شرعا فنرد الدعوة، أحيانا يقولون وجدناه لا يدرك ما يتصرف به فإنه غير مؤهل، فعند ذلك يعني يكتبون إنه غير، لا بعد هذا الخطوة الثانية اللي بعدها من لا ما أريد الشيخ بكاي جابه الشيخ بكاي اللي بعدها نعم مات يعني وين نحصر الورثة وهو حي، شلون نحصر نطلع صك نحصر ورثه، صك الورثه ما يكون يا ابني الا اذا مات، الرجال حي وما شاء الله يعني قصدك الشهود، اقول لعلك تقصد الشهود، الان جاء التقرير الطبي ونطلب شهود من الحول من حوله ومن الاسره على انهم يعرفون هذا الرجل وانه فيه هذه النواقص وان الامثل
والأولى والأقرب من قرابته هو فلان، وأنه مؤهل ولا نعرف عنه إلا الخير، فعند ذلك يكون الترشيح، ثم بعد ذلك يستخرج صك بتعيينه قيما على والده. أما حصر الميراث ما يكون من شرط حصر الميراث تحقق موت المورث وهو ما مات خلاص، أو فسق انتقلت إلى من بعده لأن ولايته بطلت فانتقلت إلى الأبعد كما لو مات. فإن عقل المجنون وعدل الفاسق عادت ولايته. يعني مجنون عند العقد كان مجنون، عزلناه وبعد يوم أو يومين ما شاء الله رد له عقله، أو هذا كان فاسق وبعد شهر أو شهرين رجع إلى الرشد وأناب إلى ربه، يعني زال الفسق وزال الجنون، نعيده يعني إلى ولايته ولا نحرمه مما جعل الله له كذا. نعم. لزوال مزيلها مع وجود مقتضيها. لزوال نعم مزيلها، اللي زال الولاية عنه زال، اللي زال الولاية عنه الجنون والجنون زال، اللي زال الولاية عنه الفسق والفسق زال، فنعيد الولاية له. نعم. فإن زوجها الأبعد من غير علم بعودة ولاية الأقرب. عندنا ناس، عندنا سؤال الآن، نقول زوج الأبعد لكون الأقرب مجنون، لكون الأقرب فاسق، الأبعد زوج وإذا بها تعود الولاية له، فهل يصح زواج الأبعد أو لابد لنا من تجديده لأنه زوج بعد أن عقل المجنون وصار الفاسق عادلا؟ واضح الآن؟ نعم. أقرأ العبارة. فإن زوجها الأبعد من غير علم بعودة ولاية الأقرب لم يصح، لأنه زوج وهو غير ولي. وهنا رواية ثانية يقول إذا ما علم فإنه يصح صحيح، مثل الآن أنا وكلت أبو فهد على أمر، قلت له مثل هذا، قلت أبيك تبيع بيتي، أبيك تبيع البيت، وعطيته وكالة، ثم ذهبت إلى كتابة العدل وغيره وألغيت الوكالة، أبو فهد ما أدري وباع البيت، نقول ينفذ لأنه لم يعلم بإبطال وكالته، عقد على أنها سارية المفعول ولم يعلم، فلذلك نقول إذا زوج الأبعد بعد أن عاد الرشد وبعد أن عادت العدالة إلى الأقرب فإن العقد يكون صحيحا لأنه لم يعلم بذلك. نعم. لم تصح ولاية زوجها بعد زوال ولايته، ويحتمل أن تصح بناء على الوكيل إذا تصرف بعد العزل قبل علمه به، وإن دعت يعني ما أدري أنه معزول وتصرف، قال له فلان بع سيارتي وبعدين بداله وخلع الوكالة، ذاك باع السيارة بموجب الوكالة اللي معه، نقول ينفذ لأنه ما علم رواية هذه، وهذه إذا مرت بالقاضي فإنه يجتهد بما يرى به براءة الذمة. نعم. وإن دعت المرأة وليها إلى تزويجها من كفؤ فعضلها هذه كثير، المرأة تقول تقدم لي فلان بعدين عندي أبوي رفض، وتقدم فلان أبوي رفض، جابت لنا مرة أربعة أسماهم قد كلهم تقدموا وكلهم مشهودوا لهم بالصلاح، قلنا هذا الأب يحتاج إلى استدعاء، استدعينا، قلنا ما تقول؟ قال لا أنا أريد لبنتي الرجل الخير، والرجل الخير ما، قلت ذولا جابوا شهادة، جاب شهادة من إمام المسجد أنهم حافظون على الصلاة حتى صلاة الفجر، وجاب شهادة من زملائه في العمل بأنه مستقيم وكذا وكذا، لكن بالنصح وبالإرشاد وبالتوجيه قال توكلنا على الله، وعقد خلال الحمد لله نص ساعة وحنا معطينهم الصك ورايحين ومنتهية الأمور على الوجه الأكمل، لكن لو يعني خشين لو عزلناه ربما يحصل فتنة فيما بينهم، لو عزل عن الوي يقول أنا أب وتعزلونا يمكن يحصل فتنة به، لكنه بالمهادات رجع الأب إلى الرشد وعاد إلى الصواب وترك العضل الذي كان متمسكا به
ومكن البنت من الزواج، وآمل أن تكون حياتهم سعيدة إن شاء الله. نعم. فللأبعد تزويجها نص عليه، وعنه لا يزوجها إلا السلطان، وهو اختيار أبي بكر. يعني رواية ثانية ما يزوجها إلا السلطان، لأنه لو زوجها الأب، الأب هو اللي بيزوج، ثم قلنا ترك معضول، ثم الأخ تزوج زوجها، يقول شلون زوجت بنتي ودمها، يحصل بينهم يمكن أمور لا تحمد عقباها، لكن خلي السلطان يتدخل لأجل أن يكون ولاية، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فبعض الناس ما يرتدع إلا بالخوف. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا، يعني تعاوشوا فيما بينهم. نعم. فالسلطان ولي من لا ولي له، ولأن التزويج حق عليه امتنع منه. نعم. فقام الحاكم مقامه في إيفائه كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه، وجاء واحد وسدده. نعم. واختار الغرقي الرواية الأولى لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فوليها الأبعد كما لو فسق. نعم. والحديث دليل على أن السلطان لا يزوجها هنا لقوله فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. وهذه عندها ولي. نعم. وإن غاب الأقرب غيبة منقطعة ولم يوكل في تزويجها فللأبعد تزويجها لما ذكرنا. وكان في السابق قبل يمكن 50 سنة أو أكثر يسافرون الناس ويجلس في السفر 40 سنة 30 سنة أكثر أقل، وما في بريد ولا في برقيات ولا في أحد يروح، يعني في السنة مرة يروحون ويأتون، فيكون فيه ضرر على المرة، فيمكنه للأبعد أن يقوم بالتزويج بعد أن يستأذن من الحاكم وما وأهل والأسرة كبيرهم، لأجل أن لا نحرم البنت من الزواج. ويقول أيضا هنا لا يبادر بالتزويج بل ينتظرون. طيب نقول كم ينتظرون؟ ينتظرون سنة، سنة إذا متزوج ثاني وتاركها ما يعني سنة طويلة. وفي السابق وقت تأليف الكتاب إذا بغى يروح مثلا للشام أو يروح لمصر أو يروح لبعض البلاد فيحتاج إلى 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 وقت طويل. نعم. والغيبة المنقطعة ما لا تقطع إلا بتكلفة ومشقة. ذكرت مرة يعني السفر، ذكرت مرة قصة يعني بين بالشام بالعراق ومصر، فيه امرأة ذكرتها في المرة السابقة، قلت إنها أرسلت خادم لها يأتي لها من جارتها بشيء تولع نار وشيء من الروث يولع ويسمى يعني ورث أو كذا، يولعونه عشان يطبخون غداهم والعشاهم وكذا. الرجل والخادم راح يجيب لها الورث هذه، وبعدين وفي الطريق يجيب الورث شاف ناس وقال وين رايحين؟ قالوا رايحين لمصر. قال أنا بروح وياكم، وذهب ترك صاحبته وراح لمصر، وجد شغل مصر وقعد سنة هناك، صاحبته ما تدري حي ولا ميت ولا كذا. يقول بعد سنة رجع، يوم رجع أول ما بدأ هذه المرة اللي أرسل إليها يبي منها هذه النار ولا، وجاء يسرع لسيدته يقول قاتل الله العجلة قاتل الله العجلة. قال وين عاجل لك سنة رايح أنت تجيب لها أجل، قاتل الله العجلة. في منصوص أحمد واختيار أبي بكر، وذكر الخرقي أنها ما لا يصل الكتاب فيها إليه أو يصل فلا يجيب عنه، لأن غير هذا يمكن مراجعته. وقال القاضي حدها ما لا تقطعها القافلة في السنة إلا مرة. وأكثر البلاد ما تقطعها القافلة في السنة إلا مثل مثلا مكة رحلة الشتاء والصيف في السنة مرة، ولا ما يقدرون يروحون كل الأوقات، فيه مشقة وفيه عناء وفيه تعب، وإنما في السنة مرة. نعم. لأن الكفء ينتظر عاما. فالبنت إذا منعناها حتى يأتي الجواب يكون فيه ضرر ويعني وصدودا لها وإعراضا عن الزواج، وهذا الذي يطلبها ما يمكن ينتظر سنة، يعني يمكن يوم يومين أسبوع، لكن سنة لا. أما الآن الحمد لله ما في هذا غير وارد أبدا، لأنه الآن يقدر يتصل بالتليفون في أي مكان في أي مكان، وكل مكان مثلا في سفارة،
فيذهب إلى السفارة ويعمل توكيل ويرسله بالفاكس ويعتمد، يعني خلال ساعتين وكل شيء منتهي، وهذا من نعمة الله على عباده. نعم، لأن الكفء ينتظر عاما ولا ينتظر أكثر منه. وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة، لأن أحمد قال يعني إذا كان ينتظر، إذا كان يقول مثل الطائف أو مثل بعد جدة أو المدينة، يعني مكان أقرب شوي، فيمكن الانتظار. وإلا أفضل طريقة هنا لو وجد مثل هذا، يتصلون بالقاضي والقاضي يتصرف، يرسل إلى قاضي البلد وكذا. نعم، إذا كان الأب بعيد السفر يزوج الأخ، والسفر البعيد في الشرع ما علق عليه رخص السفر. أنا أذكر قلت مرة في درس سابق لما كنا في الصحن، قلت أنه مرة بقضية في امرأة تزوجت يعني ابن خالتها، وابن خالتها مقيم في الرياض اللي تزوجت، وهي مقيمة في دولة الإمارات وهو مقيم في الرياض، عقد عليها ولم يدخل، ويبونه يجي، يبونه الرجل مشغول، يبونه جت عندي، قالت أنا الآن لست صاحبة زوج ولا مطلقة أنتظر الزواج، الرجل يعني عمل كذا وكذا، ابن خالتي صحيح تربطني به علاقة، وأمه أخت أمي، لكن بس ما عندي، أيه، وعجزنا، تقول نرسل له ولا يجاوبنا، ونوسط ناس ولا يطيع، قلنا لخير اكتب الكلام، كتبت الكلام، أرسلناه في ذلك اليوم لأمير الرياض، وكان في ذلك الوقت هو الملك سلمان الله يمتعه على صحة والعافية، كان هو أمير الرياض. كنا تقدمت لنا المرأة فلانة، وتذكر أن زوجها فلان عقد عليها، وأنه لم يدخل بها أو يجلس عندها في بلدها أو يطلبها لتعود، وهي الآن منقطعة وتريد الحل، يعني إنها معاناتها أو كذا أو كذا. بعد 15 يوم من بعث الرسالة جاءنا الجواب، الأمير سلمان، الملك سلمان الله يوفقه، وكان الوقت أمير الرياض، وكل أمير البلد أو كتب أمير البلد اللي لأنه بقرية عند الرياض، وقال روحوا به للقاضي يوم أمرين، إما اكتبوا عليه إنه يروح لما في بلدها هذه في دولة الإمارات ويجيبها ويتصرف معها، وإلا اكتب ورقة الطلاق. لما شاف الجد قال خلاص أنا بطلق، وكتب ورقة الطلاق وارسل لي الصك. لما جاء الصك أنا أعطيته البنت، قالت والله إنه أحب إلي من كل شيء، لأني أحس إنه بعد أظن أيام وجيزة ما أدري شهر أو شهرين جاءوا وجابوا معهم واحد من أقاربهم أيضا، وعقدنا لهم وهو يقيم في البلد معنا. فتحكيم الشريعة والإجراءات الشرعية فيها فضل وراحة بال واطمئنان خاطر، ويعني عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فإنسان يريد ولا هو يقول لا ما يخاف، أنا ما أنا بجاي ولا بستو ولا عندي مكان بتجين عندي، طيب تبغى معلقة؟ لا. نعم، والأولى المنصوص، والرد في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع. فأما القريب فيجب انتظاره ومراجعته لأنه في حكم الحاضر، لأنه قريب. نعم، إلا أن تتعذر مراجعته لأسر أو حبس، يعني إذا كان محبوس. فأذكر هنا بعد مر علي قضية، كان الولي عنده يعني في التوقيف عنده مشكلة، طلبنا حضوره وما قصروا، جابوا معه يعني الناس المختصين لحراسته، وأجرى العقد ورجع خلال نص ساعة أخته، هو الولي وهو أخوها. نعم، لا يوصل لأسر أو حبس لا يوصل إليه ونحوهما، فيكون كالبعيد لكونه في معناه. ولا يشترط في الولاية البصر، لأن شعيبا عليه السلام زوج ابنته وهو أعمى لموسى. نعم، عليه السلام النظر هل يشترط أن يكون يبصر؟ لا، ما هو ذلك. أكثر القضاة أو كثير من القضاة يعني عندهم قوة البصيرة، وإن لم يكن عندهم قوة النظر، فيقول لا يشترط أن يكون بصيرا، وإنما الصفات المحددة يكون عدل ويكون مثلا عاقل وبالغ ويكون يعرف الأحكام ويدركها،
لكن كون الولي يعني مبصر لا يلزم، فيصح ولو كان أعمى ويدلل بشعيب وعليه السلام وموسى. نعم. ولأن الأعمى من أهل الرواية والشهادة فكان من أهل الولاية كالبصير، فأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية، وإن لم يمنعها لم يزل الولاية، لأن أخرس ويكون مثلا ما يتكلم وما يسمع سبحان الله العظيم. يعني قضية هنا في مكة، وهو الرجل والمرأة الولي والعريس كلهم ما يتكلمون ولا يسمعون. طيب قلت أنا زين في حل، وما هو؟ قال الكتابة، يعني نكتب له زوجت بنتك لفلان، قالوا لا ما يعرف يكتب. والله مش سألنا قلنا وش التفاهم، قالوا بلغة الإشارة. أنا ما أعرف لغة الإشارة علشان أشتغل، فقلنا أحضروا لنا من يعرف لغة الإشارة، فأشروا له، أشروا اللي كانت البنت موجودة أي، بعدين أشروا حركات. أنا أربع بالمكان أن أذكرها هنا في مثل هذا المكان الشريف، فيعني قلنا أنه بإشارة معلومة بشهادة فلان وفلان تم الإيجاب والقبول، يعني ليس بنطقهم وإنما بالإشارة. الإخوان ذول الشهود اللي جايبينهم أو المترجمين اثنين عدول، وأشاروا للزوج وأشاروا للزوجة وأشاروا للولي، ثم عملوا بأيديهم حركات يعني ما يناسب ذكرها، فوافقوا عليها وقلنا بصك، وذلك بإشارة معلومة تم الإيجاب والقبول من الولي ومن الزوج بإشارة معلومة حددها أو وصفها لنا فلان وفلان. نعم. لأن الأخرس يصح تزوجه فصح تزويجه كالناطق. فصل. وإذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب وسلامته من الموانع، أو زوج أجنبي، أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها، أو تزوج العبد، أو زوجت يعني لابد من أبوها يقول أنت موافقة ولا لا، لو قالت ما دريت، أو زوجت بدون زوجت يعني زوجها أبوها ولا أخوها لكن بدون ما يستأذن منها. نعم. أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها، أو تزوج العبد بغير إذن سيده. الثيب يقول العلماء بأنها يعني تستأذن وتتكلم، وأما البكر فإذنها صماتها، يعني ما عارضت قالت لي يا فلانة فلان تقدم أنت موافقة ولا لا، يقول إذنها صماتها يعني أنها تسكت، لأن إذا كانت ما تريد ما يمساكت تبي تتكلم. بعض مشايخنا رحمه الله قبل 50 سنة قال يعني أن بعض العلماء أشار إلى الدمع الذي يخرج إن بكت فينظر إلى الدمع، فإن كان حارا فهو دليل على عدم الرغبة، بكى صحيح، وإن كان باردا فهو من فرحها بأن الله يسر لها العريس. قلنا فالنكاح باطل في أصح الروايتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر. عاهر، نعم. وفي لفظ فنكاحه باطل، ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة. والثانية هو موقوف على إجازة من له الإذن، إذا قال أذنت. نعم. فإن أجازه جاز، وإلا بطل لما ذكرناه في تصرف الفضولي في البيع، ولما روى ابن ماجه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، قالت إن أبي يريد أن يزوجني لابن أخيه ليرفع بي خسيسته، نص الحديث، يزوجني لابن أخيه ليرفع بي خسيسته
وأنا ما أوافق. قال النبي عليه الصلاة الأمر إليك. يوم قال لها الرسول الأمر إليك قالت لا إذا أنا موافقة. اخترت ما اختار أبي. نعم. فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو داود وقال هذا حديث مرسل. رواه الناس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس. فإن قلنا بهذه الرواية فإن الشهادة تعتبر حالة العقد لأنها شرط له فتعتبر معه كالقبول. ويكفي في إذن المرأة النطق. النطق تقول إني موافقة أو الصمات إذا كانت بكر تسكت، لأنها لو كانت غير موافقة تبي تعلن تقول لا ما أوافق. نعم. أو ما يدل على الرضا من التمكين من الوطأ والمطالبة بالمهر والنفقة بكرا كانت أو ثيبا، لأن أدلة الرضا تقوم مقام النطق به، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة إن وطئك زوجك فلا خيار، لأنه إذا مكنتي من الوط دليل أنك موافقة، وإذا ما مكنتي فأنت تريدين الفراق منه. نعم. فلا خيار لك. فأما إن زوجت المرأة نفسها أو زوجها طفل أو مجنون أو فاسق فهو باطل لا يقف على الإجازة، لأنه تصرف صادر من غير أهله. وذكر أصحابنا تزويجها لنفسها من جملة الصور المختلف في وقوفها، والأولى أنها ليست منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولأنه تصرف لو قارنه الإذن لم يصح، فلم يصح بالإذن اللاحق كتصرف المجنون. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الأحد القادم. أما في يوم غد فقراءتنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم وفي كتاب زاد المعاد لابن القيم، ثم الجمعة والسبت إجازة، ويوم الأحد نرجع لكتابنا وهو كتاب الكافي لابن قدامة، ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.